ضحك الزها والعمر فاني تفاءل وابتسم عالم الله قسم وبادر بالجديد تفيد وتستفيد سواليف وقصيد علمي نافع ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير يا رجال، كيف حالكم؟ طيبين؟ تفضل تفضل، يعطونا كراسي هنا، اعطونا كراسي هنا، اعطونا كراسي زينة، دي بطيء عليها كراسي فخمة فخمة. وين الشيخ؟ وين سيف؟ سيف الهاجر العمدة وين؟ وين شيخ القرية؟ هنا هنا يطيبكم طيبة. ايوه التنسيق يقولوا اخضر يمين واخضر يسار الابيض في الوسط، شفت كيف؟ المميز للمميز. الله يبقيك. سواليف وقصيد علم نافع وصوت عذب يطرب كل السامع. تفضل يا هلا نبادر كل غلا نجوم بالسما حوت فقرة عطا حوت فقرة عطا. حياتك حبيبي كيفك؟ ايوه اسمعك ابشر عند الطاوله. طيب معك يا شباب، ممكن تستريحون ها؟ اعطي فرصه تقديم وبادر بالجديد تفيد وتستفيد سواليف وقصيد علم نافع وصوت عذب يطرب كل السامع. تفضل يا هلا نبادل كل غلا. هذا بس كذا. علي شوي. حياتك عيشها بس بالمعاني. طيب شباب استريحوا. طيب يا شباب استريحوا، احنا متقهوين خالصين يا شباب، احنا متقهوين استريحوا، ما نبي قهوه ولا نبي شيء، نبي مويه موجوده خلاص. استريحوا لا انت استريحوا بس عشان الوقت. سلام نظر. استريحوا يا الربع استريحوا. طيب ارحب الله حيا، شلونك؟ وين زملائكم؟ اتمنى من جميع المتسابقين يكونوا معنا اليوم، اليوم عندنا لقاء غير، جلسه غير، محاور غير، شعر وقصيد، ارشاد وتوجيه، فوائد، سوالف، جوائز، نقاط، تذاكر لكم وللجمهور. فبس يا حبيبتي قهوه الله يغنيك. استريحوا ضيوفنا، استريحوا ابو عبد العزيز. طيب انا اتمنى من الشباب ينادون كل المتسابقين الموجودين في الغرف. صوتي ارتفع، ارفع صوتي، ارفع السماعة هنا يا مهندس صوت، ارفع السماعة. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في فقرة عطاء في برنامجكم، برنامج سكريبت عبر قناة الواقع الفضائية. ليلة جميلة، ليلة ممتعة، ليلة رائعة، ليلة حيوية وفاخر، شغل فاخر من الآخر. اليوم إن شاء الله راح يكون فيه أشياء أباءنا أمهاتنا أخواننا وأخواتنا نعرف راح تنبسطون، وأنا ودي الشباب يجلسون لأن ترى أنا متقهوين قايل لكم. استريحوا بس عشان وقتنا، بس لأن اليوم داخلين متأخرين لأنكم أخذتوا جزء من الوقت. استريح خلي عندك. الحين شيخ القرية من هو؟ مدري شيخ ال، وين سيف؟ بيض الله وجيكم، بيض الله وجيكم، أنتم رجال وأهل كرم وأهل طيب. طيب أنا ودي اليوم إن شاء الله ننبسط، نستانس، نستمتع، يكون لقاء منوع وجميل، فيه معنا ضيفين عزيزين وغاليين علي أنا شخصياً وأكيد على الجمهور وعليكم أنتم. فضيفنا الأول هو موجه يقدم دورات تدريبية وهو مرشد علاج الإدمان، نفع الله بكثير. قبل لا أدخل الحلقة كان يسمعني واحد مقطع صوتي جميل وإيجابي وحلو مرة، يقول شكرا يا ماجد على إرشادك لي لأني تركت التعاطي، تركت المشاكل والبلاوي بفضل الله، ثم
فضلك، وهذه أكيد دراسة وخبرة في هذا المجال، وأيضا يقدم دورات تدريبية في أمور كثيرة ومميزة وجميلة. احنا اليوم جايين عشان أنتم في البرنامج تستفيدون، وأي سؤال عندكم تسألون. ورحبوا معي، وأبغى تحية للأستاذ الجميل ماجد الفيصل، سمعوا له تحية له. حياك الله يا ماجد، الساعة المباركة. الله يبارك في عمرك يا ابني. ادنمون عليك، ما يحتاج استاذ ماجد، فاقول ماجد على طول. الله يسعدك ابو رواف. الساعة المباركة. اما الضيف الاخر فهو غني عن التعريف. ما شاء الله تبارك الله، له حضور مميز في الساحة الشعرية والإعلامية والفنية، له حضور في شاعر المليون في نسخة من نسخه، وكان له حضور قوي ومميز، وأيضا في السوشيال ميديا تميز بمقاطع ورسائل رائعة ومميزة. هو ابن المملكة العربية السعودية، ويجملنا دائما خارج المملكة العربية السعودية وداخلها بعطاءاته وشعره وثقافته وأدبه. قبل الحلقة كنت أقول له يا أخي أنت موسوعة أدبية شعرية في اللغة العربية، في الفصاحة، في البيان، في العلوم الطيبة، في المراجل، يعني يطربني وهو يسولف بعيد عن الشعر، فأقول دائما إذا استضفتك ما تجيب إلا القصيد. أنا ما أبي القصيد لوحده، أنا أبغى قصيد وأبغى جديد وأبغى مفيد وأبغى سوالفك الزينة. فرحبوا معي بالشاعر الرائع والمميز علي بن نايف الغامدي، سمعونا تحية له. الله يطول عمركم إن شاء الله. الله يبقيك يا أبو عبد الإله، طول عمرك إن شاء الله. الساعة المباركة. وأنا سعيد ومتشرف بالحضور معك الليلة ومقابل الإخوان كلهم، وانت اخوان غالي مشكور على المقدمه اللي فيها من الاطراء الكثير، والله يجعلنا عند حسن الظن. لا والله تستاهل يا علي، كل خير ومرحبا بكم. ترحيب المطر، وحنا اليوم مع الساده المشاهدين راح نكون في هاشتاج كم يا شباب؟ سكريبت 23. اليوم التذاكر كلها بخليها عند الجمهور، العاده خلي عند الضيوف شيء، لكن اليوم نظرا للضيوف مليانين فبخلي القصيد والجديد عندهم والسوالف الزينه، واما التذاكر عند الجمهور. اكتب في هاشتاج سكريبت 23 التذكرة للمتسابق واذكر اسمه، مثلا التذكرة لناصر الغامدي، هذا مثال، التذكرة لعلي بن نايف. اي متسابق تبي يحصل على تذكرة علشان اهله او اصدقائه يحضرون في البرايم القادم، في هاشتاج سكريبت 23 اكتب اسم المتسابق، وان شاء الله يحصل على التذكرة في فقرة عطاء باذن الله تعالى. وقف الرحماء التابع لجمعية عروة الخيرية، كم قلنا وصل قبل أمس؟ 16%. اليوم أعلن وما شاء الله أنه وصل الوقف إلى 18%، وسمعونا تحية ولأهل الخير. في يومين ما شاء الله 2%، 2% ترى رقم يعتبر جدا رائع في يومين بس. في الأخير قادم وقف ب 300 ريال تكفل أخوي وأختي الأيتام والمحتاجين وغيرهم في مشروع خير يدوم لك مدى الحياة، لأنه وقف دائم. ارحم، ارحموا ترحموا، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. في اليوم خلونا ندخل تطبيق الراجحي لجمعية عروة الخيرية ونتبرع لهالوقف ب300 وأقل أو أكثر، وتكون من ركب متصدقين اللي يحبهم الله سبحانه وتعالى وداوم مرضاكم بالصدقة. هذه كلها في هالوقف البسيط جداً، فأرسلوا إيصالاتكم وتبرعاتكم على رقم الجوال الجمعية الموجود أسفل الشاشة، وخلوهم يرسلون علينا أسماءكم وتبرعاتكم حتى تحفزونا، حتى كلنا إن شاء الله نكمل الوقف ونغطيه على خير قريبا بإذن الله. طيب استريحوا يا شباب، ما نبغى سلام بس، لا أنتم ما نبغى سلام عشان الوقت. تبقى ونعم، مرحبا ومسهلا، كيف الحال؟ مساك طيب، كيف الحال؟ ربعك طيبين. استريحوا يا شباب، استريحوا، بجيكم، استريحوا استريحوا. طيب أنا بجلس الآن وبروح اللي ببدأ اليوم بالشاعر علي بن نايف. أنا أبغى أحب دعوة تكون إيش فيها رهجة. تعرفون إيش معنى رهجة؟ تعرفون الرهجة ولا ما تعرفونها؟ الرهجة تسمعون إيش فيك أنت؟ الصوت مو واضح عندك؟ واضح؟ طيب أبغى قصيدة يبدأ فيها علي بن نايف، وأتمنى أن تكون وطنية في البداية صراحة، لأنه وطننا يستاهل. يستاهل، ومهما قلنا في وطننا وعبرنا وقلنا ما في الخاطر، أكيد أن نكون مقصرين كثير. أنا بترك التعليق العلي، ما أبغى أتفلسف كثير لأني تكلمت ولازلت أتكلم، وأقول الله يحفظ حكومتنا ووطننا الغالي على قلوبنا. فعلي بن نايف
وش بيقول في البداية؟ وابغى إلقاء ارتجالي خطير. أبشر يا أبو عبد الإله أنت السامعين والمشاهدين، ولا أغلى القصائد القصائد في الوطن، القصائد في الوطن كثيرة. إيه؟ لكن اللي خطر في بالي الحين، عيدي يا دار خنوره على مذهب وملة، دونك اللي تورد أخصامك على حوض المنايا، كلنا سلمان والدولة أبية مستقلة، نرخص الأرواح من دافع وفا شعب وحمايا، الإمام القايد المقدام نغليه ونجله، كلنا نوقف على طاريه وندق التحايا. إيه ذا سلمان بن عبد العزيز المجد كله، خيل العوجة طويل الباع مقدام السرايا وخنوره. إيه ذا سلمان بن عبد العزيز المجد كله، خيل العوجة طويل الباع مقدامه السرايا خنوره عزوته، والسيف الأقرب يوم سله، طاره وشعوبه فرح ولا العدا طاره وشضايا. العزيز الله يعزه والذليل الله يذله، الفعول فعولنا والحكي عند أهله الحكاية، المصايب نعتبرها تمره وفنجاله دله، والمواقف والدهايا مالها غير الدهايا. هذا حنا من خلقنا الله صدور مسفهله، نعشق عيون الحروب ونعشق عيون الصبايا. صح لسانك وبيض الله وجهك. وجهك ابيض. يعطيك العافيه. طيب انا فيها ابيات العلي بن نايف قبل فتره، قبل اشهر كذا، عندي في السناب صورت ابو عبد العزيز في جت فكاهيه حلوه، ولكن على اثرها علي بن نايف نام في البيت، نام في المسجد يومين. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ولا عزابيه ما تفهمون؟ اي ما تعرفون لغه هال كرشه برا البيت. هو حصل له الموضوع هذا بسناب صورته، قلت عطني بيتين، قال في بيتين غزليه، واعطاني هالبيتين الغزليه. انا ابغى اسمعها وابغى اسمع وش صار في المشكله، وهل طلع الله يكرمكم بنعاله ولا بدون نعال. وايضا ابغى اسمع القصيدة الثانية اللي كتبها عشان يكون فيه إرضاوة. وش قال علي؟ وش السالفة اللي حصلت؟ يعني أنت تبغى يطلع يبات في المسجد مرة ثانية؟ المرة دي أبغى بعد ينام في المسجد. طبعاً تخبرون دائم الخلطة الإعلامية يجيدها أبو عبد الإله، لكن أنا بتحملها ما عندي مشكلة. هي بيتين، كانت بيتين تغريدة. أقول طولت بغيابها والصبر طول، ولا خذوا مني غلاها لو خذوها. هذا أنا باقي على الروتين الأول، كل يومين أتقهوى عند أبوها. الله الله الله. أيوة. فالحين أقول كم لي هبوب الشوق فضلوعي تهب، وغصون وصلك جيت أدور ظلها، من كثر ما أحبك أحس أني أحب أمك وأبوك وعائلتكم كلها. سوينا تحديد لكل. طبعاً هو ليش كتب الثانية؟ جد في ضغوطات، يعني ما بغى ندخل في التفاصيل لأنه ذكي إعلامياً ما شاء الله عليه. طيب احنا بنروح لماجد الفيصل استاذنا الجميل والموجه، وصراحه ماجد من الناس اللي انا احب اسمع، وانتم راح تنبسطون صراحه لطرحه. ونرحب بابنه اللي موجود معنا اليوم رواف ماجد الفيصل. سعيدين بوجوده، واسال الله ان يصلحه وابناء المسلمين وبنات المسلمين. طيب انا اعلم انكم راح تسالون ماجد بعض الاسئله، ابى اسالكم سؤال الحين. لو واحد منكم في شيء عنده سلبي في حياته، كيف ممكن يغيره الى شيء ايجابي؟ ها تفضل يا مطيري. فعل عكسه. فعل عكسه، حلو. ممكن توضح لي؟ يعني مثال. ايه ما عندك مايك انت صح؟ معك مايك؟ تعال. اقول طال عمرك فعل عكسه، يعني مثال انا اسرق سرقه. انت ايش؟ خطا، شيء سلبي اسويها اسرق. ايه السلام ورحمه الله وبركاته. اعكسها باني ما اسرق، ولا اسمع من النصايح من الناس الفاهمه، اجي اخذ عند واحد يعني كان له باع في الشيء هذا بعدها تاب ويعطيني اضرار الشيء هذا، فانا منها اتعظ ومنها افعل الشيء الصحيح. حلو. طيب ريان. بس عيد السؤال يا ابو عدل. في شيء سلبي في حياتك او ممارسه سلبيه في حياتك، كيف ممكن انك تغيرها الى ممارسه ايجابيه؟ ها ناخذ مين؟ اسمي بجميل. اول شيء اؤمن بلغه التغيير واجلس مع نفسي. طيب فك يدك المايك. ايوه. اؤمن بلغه التغيير. ايه؟ وانوي نيه صادقه بان اتغير وامارس هذا الشيء، بعدها اتعود عليه الشيء الايجابي طبعا اللي هو عكس السلبي، واتعود عليه وباذن الله ان شاء الله اني يعني
اتقنه يعني. حلو، يعني رتويت الكلام. ها؟ رتويت الكلام. ما سمعت والله وش قال ترى. ما سمعت، ما بعلينا، تسمعني بس ما تسمعه. طيب انا بترك المجال للجميل الرائع الاستاذ ماجد الفيصل، وايضا ابو عبد العزيز لو عندك مداخله او عندك بعض الابيات الخاصه في الموضوع ممكن تداخل، يعني كنت صاحب علم وثقافه وادب حتى بعيد عن الشعر، فلا تحرمنا من مداخلاتك. ماجد الفيصل وش يقول؟ اقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحب فيكم جميعا، وانا سعيد اني بينكم موجود، بس عندي ترحيب خاص تسمح لي بابدا. تفضل. في عيالي في على القناه ينتظروني اسلم عليهم. تفضل. مساكم الله بالخير يا ابنائي جميلين. اقول لكم قصه يتضح فيها المعنى، ايش رايكم؟ كان عندي احد الحالات قبل تقريبا 9 سنوات، رجل يطير الفيل. صوتي مو واضح؟ طيب شباب انتم بعيدين، ايش رايكم تجيبوا الكراسي وتعطون وجهكم كذا قريب وقريبين من السماعه؟ مو عند الصوت، رفعنا الصوت بعد شوي. انا احس اني مزعج وهم سامعين. اي تعالوا كذا قريبين. ايوه انت بالذات تعال هنا. بس مو مره، مو مره يعني، عشان ارجع شوي، ارجع شوي. ايوه الله يسعدك. طيب وانتم ليش ما جيتوا قدام؟ ايوه اعلم عليكم الوكيل انا. ترى يمكن يصير عندنا مشكله، اقربوا منا. كان عندي حاله يا شباب، صوتي واضح كذا؟ صوت واضح؟ كان عندي حاله، ركزوا في الحاله هذه. قد تكون مرت على البعض في المجتمع يعني. رجل يطير الفيل. يعني كذاب من الطراز الاول. ايه. يجيب صواريخ. ارجو. في كل مجلس لو حس من يوم ما تخلص السالفة يحس انه تحدي بينك وبينه. خلص السالفة لازم يقول لك صاروخ مضاد. فتعب من الوضع هذا. فجاء من الايام قال لي استاذ ماجد انا صراحة حتى ما اكون صادق في قمة صدقي ما حد يصدقني. تعبت. ودي اتخلص من هذا السلوك. قلت تمام. معرفتك بالمشكلة معناته حصلت على نص الحل انت الان. فقلت له خلاص احنا الان نسوي نوع من الحد من الكذب، يعني من الجذور صعب شويه، واحد يجيب لك صواريخ. قلت له خلاص نحدها، نخلي اذا تكذب في اليوم 9 كذبات نخليها اليوم 6، فحاول تنقص شوي شوي. المهم يطول العمر جاني بعد 3 ايام قال لي والله استاذ ماجد ما قدرت، ما في واحد يخلص سالفه الا انا من برشلو بسالفه ما قدرت. منا قلت له طيب اسمع، الله الهمني على فكره، اجراها الله على لساني، والله لا هي شطاره مني ولا ذكاء الا فضل الله عز وجل. قلت له اسمع طول عمر، ما دام كذا جيب لي دفتر ابو 60 وتعال. راح جاب دفتر ابو 60، قلت شوف ابغاك اعطيك يومين، ابغاك تتخيل لي كذبه شيء ما حصلش، ها شيء متعوب عليه، بس تكتبها في الدفتر. اكذب لي كذبه من اروع كذباتك تشوفها، اكتبها على الدفتر. يومين، قال لي يومين، صادق انت؟ 2 ساعة لو تبغى، مليان الرجال. ايه مخزون عنده، خياله واسع. يا جماعه بعد 2 أو 3 جاني بقصه والله من اروع ما رايت، ما سمعت ما قرات. خيال وتصوير ودراما، شيء اقول لك انا اقرا القصه مستمتع. مع اني انا يعني بس انه فيها اكشن وفيها يعني يخليك تدخل في القصه. قلت له الان لقينا ضغلتنا. قال لي قلت اكذب على الورق. قلت هيك قلت اكذب على الورق. قال والله زين. وصار شغال يكذب وين؟ على الورق. تصدقون وتؤمنون بالله يا اخوان واللي جمعني وياكم انه الرجل هذا قبل 3 سنوات كرم في مركز الملك فهد في الرياض الثقافي. عنده ديوانين، قصة كتابين ولا قصص؟ قصص روايات. الآن أصبح راوي قصص. من بعد ما كان الناس يتضايقون من كذبه الناس صارت تشتري كذبه. ليش؟ إيش الفرق؟ استفاد من السلبية اللي عنده وإيش واستثمرها. صحيح. أيوة. فأنت لما يكون عندك خطأ
قد يكون عندك خطأ، قد يكون هذا الخطأ مسيء لك وللآخرين، إذا عرفت تستثمره قد يكون هو سبب حب الآخرين لك. كل خطأ، كل إنسان فيه شر وفي خير، وأكثر سلوكياتنا يا شباب يكون منبعها هدفها نبيل صحيح، منبعها ترى إيجابي، يعني الدافع إيجابي. يعني واحد يقول لك سروق حرامي معروف أنه بالسرقة، تلقاه داخل الدافع عنده عشان مثلا ما عنده فلوس يبيط يأكل، يبغى مثلا يكون أمه أقل من غيره، هذا دافع إيجابي صح، ولكن الطريقة خاطئة. فكل سلوك خطأ خاطئ وفي دافع إيجابي خلفه، إذا وجدت الدافع الإيجابي مباشرة تعدل السلوك مقابله. وإذا فشلت في إيجاد الدافع الإيجابي إيش تعرف معناه؟ إنك أنت فشلت في البحث ولا هو موجود، تحتاج تبحث مرة أخرى. ومن هذا كثير جدا، يعني من هذا كثير جدا، الشخص إذا استوعب قدراته وإمكانياته، وقد يكون أحيانا الحل فوق رمش عينك وأنت ما تشوفه لأنه فوق رمش عينك، الحل اللي تبحث عنه فوق رمش عينك بس ما تشوفه، إيش تحتاج؟ طرف آخر. تجي عند أبو عبد الإله تقول له 1 2 3 هو يطلع لك الحل من فوق رمش عينك. تحتاج مراية، مراية صادقة ناصحة مناصحة، ما هي مطبطبة، ما على قول العامي يسلك لك عشان لا يخسرك. المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. فتجد واحد صادق معاك قد يوجعك، ولكنه الهدف أنه يهذبك وليس ليعذبك. قد يؤلمك والهدف أنه يعلمك. ابحث عن هذا الشخص، إن وجدته في حياتك فخير وأبقى، وإن لم تجده في حياتك عيد البحث مرة أخرى، قد يكون موجود بس أنت ما وجدته. جميل. أختم هذه المشاركة بهذا الكف. الآن إبهامي أبعد من الأربعة هذولا صح ولا مو صح؟ والأربعة هذولا متقاربين، لكن الأربعة المتقاربين لا يستطيعون يعملون عمل كامل بدون هذا البعيد، لا يستغنوا عن البعيد هذا. إيش اللي بفهمك يا؟ قد يكون في شخص بعيد عنك بعد زماني أو مكاني، ولكنك ما تستطيع تعمل عمل إلا بوجود هذا الشخص أو بتوجيهه أو بوجوده في حياتك. إذا وجدت الأشخاص مثل هذول اللي تتكي عليه ويكون لك سند، هو اللي يساعدك على تغيير سلوكياتك ويساعدك على تقبل سلوكياتك والاعتراف بها. جميل، شكرا لك، يعطيك العافية. تحية للأستاذ ماجد الفيصل الساهل. طيب الآن بنسحب على التذكرة الأولى من الجمهور في هاشتاج سكريبت 23، وبسألكم سؤال وأبغى الصراحة، اسمحوا لي بجي قدامكم شوي، أبغاكم تكونوا صريحين في الجواب. زين، خلنا نسحب أول شيء على التذكرة من الجمهور، مقدمة الواحد منكم، معناها التذكرة أنه راح تقدمها لأحد أحبابك وأصحابك وأهلك. بسم الله نقول توكلنا على الله، والتذكرة الأولى راح تكون المتسابق. بسم الله نروح لهاشتاك تحت. من يتوقع أن يحصل على تذكرة؟ من اللي إلى الآن ما حصل ولا على تذكرة؟ علي بن سعيد؟ أحس أنه هذا بيجي تذكرة، ما أدري ليش. إيه؟ علي الوحيد اللي ما حصل على تذكرة؟ الدوسري ما حصلت على تذكرة؟ ممكن يجي حظك نصيبك ما تدري. والله لو بيدي يعطيك فيصل من جنوب ما جابك ولا تذكر؟ لا جاك يعطيك والله، ما عليه يعينك الله، خذها اقساط. طيب نقول بسم الله ونشوف الهاشتاج سكريبت 23 ومن صاحب التذكره، والف مبروك ابو عبد العزيز. وقف انت علشان تكون في ذمتك، كن تحت، خذ الجوال واختار لنا واحد من الشباب، وقف باصبعك كذا بطريقه وعطنا اسم المتسابق. يلا تذكرة الأولى، اسم المتسابق لازم يكون فيه، شكلك جديد على تويتر يا غالي. طيب بسم الله، يلا رح حرك الموضوع أنت ووقفك. كلمة التذكرة المتسابق مين؟ مو بتنقي يعني بكذا، عبد العزيز الأسلمي. عبد العزيز الأسلمي، وتحية لعبد العزيز الساهل. مو موجود اللي مو موجود، نعتذر منه اسحب واحد ثاني. اللي مو موجود ما ياخذها أبدا، هذه سياستي يا شباب، اللي مو موجود ما ياخذها. طيب واحد ثاني. النصر بمن حضر.
خلني على راحتي. الإعداد يقول ما في أحد في الإدارة. غشاش أنت. طيب اختار متسابق آخر وألف مبروك للمتسابق مين؟ ريان البلوي. ريان البلوي وألف مبروك، تفضل يا ريان. تفضل مع بعدين سلم التذكرة. تفضل. التذكرة الأولى لريان البلوي. الله يوفقك إن شاء الله ييسر أمورك. مبيشة ونعم والله. تستاهل تستاهل الطيب. الله يطول لي ان شاء الله. الله يطول لي في عمرك. تستاهل يا ريان. شكرا عبد العزيز. يعني هي في الصدارة. طيب سؤال بسألكم سؤال، هل في واحد في يوم من الأيام قدم شيء في حياته وبناء على ابو عبد العزيز خليك معي شوي قدام لأني أبيك أبيك في علم، هل في يوم من الأيام واحد منكم قدم شيء ونال على هالشيء جائزة هدية عطية؟ تعال طيري فيصل بن جلوي تعال هكل بي تعال، نبغى هدية يعني دسمة، ما تقولي قلم ولا سبحة، يعني دسمة. طيب مطيري وش قدمت وش كانت الهدية؟ قدمت طال عمرك عمان وقول من ضمن. ما عندك مايك للأسف، تعال هنا تعال مع زملائك. جنوب سلطان واحد. أيوة قدمت طال عمرك مايك فيصل من جنوي. حبيت ان ها سلطان من جنوي عفوا. قدمت طال عمرك العماني. يا حبيبي الله يشرفني لكني ما استطيع اني اعلق. شكرا على راسي ابراهيم. سم دامك وصلت الله يحييك عدد كبير. يلا سلمت. طال عمرك قدمت حاجة بسيطة اللي هي واقفها العماني قصيدة. ايه وجاني مكافأة من كل واحد مضعون باسمه. تستاهل. طيب انا ابغى القصيدة وش هي؟ تذكرها؟ قصيدة بس فيها ذكر اسمها. ايه ما تصلع مشفره يعني الموضوع اجتماعي. ايه يعني بتجيب العيد الله يطول عمرك. الله لا يحرمنا منك. طيب تدقيق تعال 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 كم المبلغ اللي جاك؟ من كل واحد مبغون ده سمعه 10,000 5,000 اكثر 20,000 كل واحد؟ كل واحد لا ما هو على الشخص الواحد. ايه الشخص الواحد فوق 3,000 ما شاء الله. يعني المجموعه كم؟ مجموعه احسب اضربها في 8 ما شاء الله 24,000 ما شاء الله تبارك الله. صح 24 ولا ساقط الرياضيات؟ الله يبارك لك تستاهل. طيب انا سلطان سريع. انا جتني من ربي ما هي من احد. ها سويت عمل ولا اشوف لي فضل فيه. كانت جدتي تغسل كلاب اربع سنوات اوديها واجيبها ثلاث ايام في الاسبوع اوديها واجيبها ما شاء الله. قبل اوديها قبل ما كنت قبل كان واحد من اخواني يوديها بعد انا ما صرت اوديها والله العظيم كل درب اروح له يتيسر لي امر فيه اقدم على الوظائف يجيني قبول ما شاء الله. ادخل لي في مشروع انجح فيه ما في حاجة انا اضربها غير انا اجريني ان شاء الله اني اجيب ما شاء الله تبارك الله كلها بسبب دعواتها وهذا كلام ابغاه ايه توفيق وبر للوالدين ما شاء الله. شيء مادي وصلك؟ لا ما في شيء مادي بس جاني اطيب من المادي. جاني دعاء وجاني كل ما رحت الدرب اخذ اللي ابغاه وارجع ما شاء الله. قبل كانت الامور مضبوطه يعني شيء معنوي وشيء معنوي احيانا ربما هو افضل من المادي. الله يبارك لك وتحيه سلطان بن جلوي يستاهل. تفضل يا اكلبي. الله يحيي ضيوفنا. مرحبا بك. معليش انا كتبت ابياتي ابوي. ايوه واعطاني مبلغ مبلغ قوي. وش الابيات؟ ابيات فيها صوتك فيها وفيها ما يصح. ايش فيك يا رب عند مخربينه كلكم لازم الموضوع الموضوع ها الابيات فيها موضوع فيها موضوع ترى كلنا الشعار ابيات فيها موضوع. واعطاني مبلغ اعطاني مبلغ قوي ما شاء الله. ممكن تصرح بالمبلغ؟ نعم. كم؟ حدود 50,000 ما شاء الله تبارك الله. تحية الوالدة وتحية للأكلمي استاهل والله. هالنسخة كل قصائد مشفرة وش نسوي. طيب سالم البقمي. والله طال عمرك أنا في محفل محافل القبيلة قلت قصيدة والجائزة كانت سيارة. طلع يدك من اخباك. كانت سيارة. طلع طلع من اخباك. ايه ايه من فنون اللقاء تعيش. ايه يا ابدا مش لساعد. اسلم. والجائزة كانت سيارة هدية قصيدة؟ ايه والجائزة كانت سيارة. سيارة الله يبيض وجه من اهداها. ما شاء الله تبارك الله. ممكن نسمع القصيدة ولا زي العيال؟ لا لا القصيدة فيها الشخص وما ودي اذكر اسمه. ما ودك تذكر اسمه. مطلعها طيب يلا. مشاعر قصيدي نبضها الود والاحساس. سلام. الافكار عصمة والهواجيس مجنونة. حب انفرد واطلق خيالي مع الهجاس ولا احب اقول اللي زملائي يقولون. سلام. مشاعر قصيدي نبضها الود والاحساس. الافكار عصمة والهواجيس مجنونة. أحب أنفرد وأطلق خيالي مع الهجاس ولا أحب أقول للزملايا يقولون. سلامي على اللي ذكرها أغلى من الألماس. سلامي على اللي إذا ريال مجدور كونه. سلام سلام سلام
السيارة وش هي يا سالم؟ آخر موديل. وش ما تبي تقولها؟ إي لا ما بقول. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. ها؟ شوف لو إنها لو إنها لكزز ها كان قال لكزز، فهمت شكله صح؟ عبد العزيز الله يبارك لك رزق. الله يبارك رزق. طيب سمي عبد الرحمن. تفضل تفضل. يلا آخر مشاركة عشان بسأل أبو عبد العزيز سؤال خاص جدا. تفضل يا عبد الرحمن. السؤال اللي طرحته على أخوياي كان في شخص أمسي من هذا المنبر رجان شروه من يسمع وابن عم اللي هو ناصر بن عبيد القعبوب الرشيدي ما عليكم زود، وجهته كنا بمحفل وأقول ما كل بيت كل ما قيل مسموع ولا كل فرصة لابن آدم تهيأ، الطيبة الأبيات تنساق له طوع لو كانت أبعد من نجومة الثرية، وأنا علشانه من حروة أسبوع حضرت هاله لأجل تسمع هنية، حضرت هالناصر عبيد على كوع ما هو الرجل ما براسه حمية، رصيد طيبة من كثر ما هو طلوع غطى على ثروة قصورة العلية، من كل طيب مكتفى ما أخذ النوع في ذمتي ما هو يحب الكفية، من خلق ناصر ما تصنع له طبوع لو دارت الأيام ناصر كذية، الضيف والمحتاج لا وصله يفوع ما هو عن اللي جاء صد وتفيا، أبوه يوم الناس حيشهم الجوع لو وصله المحتاج رحب وحيا، بقول شطرا يا صل العالم مجموع محد النصع بيد بحاجة وعي. والله 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 العظيم إن الشخص اللي مكتوبة فيه القصيدة إنه هو من كان وله قصور في الباقين وقروب دعمي والجميع إنه كان هو من المساهمين في دخول عبد الرحمن. والأبيات الثانية للناس عامة يقول إلهي الواحد عظيم الشان المعطي الغفار والرحمن سبحانك أنت ولا إله غيرك رب العباد المعطي المنان، من مد جودك ما حصرنا جودك حتى الغمام يهل بالودان، مكارمك على عبادك واجد وقل شيء العفو والغفران، يا رب لا تخيب مساعي عبدك وانت الذي ما يقفل البيبان، الخير نسعى فيه ونوصيبه هذا من التوفيق والإحسان، تصدقوا باللي تجود يديكم والظفر من جوا الكريمة معان، يا كبر حظ اللي يحط أمواله عشان وجه الله عظيمة الشان، وقف الرحماء وقف مبين وأنا ما أقول الزورة والبهتان، وله بضايع من تصدق لله وأعوذ بالله منك يا الشيطان. الله 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 صح سامي حفظ الله وجهه. من هذا المنبر أتمنى لإخواني وللمشاهدين والمشاهدات أتمنى كل يبادر بما يجود يديه الوقف، نستغرب أنا وأخوي أبو عبد الله ولا يهونون الجماعة إن دايم الأشياء هذه ما تأخذ أكثر من أسبوع ويوقف، والجمعية جمعية عروة دايم مساهم بالخير هذا. جمعية عروة. جمعية عروة و مثل الوقف والتصدق والأشياء هذه دائما تقفل بأسبوع، والمبالغ هذه ما هي كبيرة على أهل الخير، وحنا كلنا إن شاء الله من أهل الخير، فنتمنى لكل واحد يسمعنا وكل واحد يشاهدنا يبادر بما تجود يده. والسلام عليكم. بيض الله وجهك ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافية عبد الرحمن، شكرا لك ما قصرت، أبدعت وتعلمت وتميزت اليوم شفتم فيها. لا أنا ما أبغاك تجلس أصلا، أنا أسأل هالأسئلة كلها بيرجع عليك أنت ذكي وتفهم. سمي شيخ مهد، ما دام الموضوع شعر أنا عندي قصة فيها شعر. طيب تعال عندنا هنا، نبغى الدعوة تكون وقوف لكن أبغى أسأل أبو عبد العزيز. طيب شيخ ماجد أنا بس سألت الأسئلة ذي كلها، شفت المقدمات اللي عشان أوصل للرجال ذا، فأنا أبيه لأني أنا عارف إن جاء ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ها بقصائد أشياء عينية أو مادية في اليوم علي، إحنا في إعلام، هل قدمت قصيدة وقوبلت بها القصيدة بهدية سيارة بيت مقابل مادي معنوي؟ والشباب جاوبوا وعاد انت اعلامي. والله السؤال مهم، محرج السؤال، يطلع مر مدعاه للفخر، لان احيانا تقدير الناس لك وترى اكبر تقدير واكبر ثروه اللي هي محبه الناس ورضاهم ووصولك الى الشيء اللي في قلوبهم. انا اذكر ابيات اقول احب الكفو واعد الكفو منا ومعرفه النشابه مكسب ونماس، واحب اللي على الطاله يمثلنا، واحب اللي معادنهم ذهب والماس، واحب الشاعر اللي كل ما غنى تقول انه هوايق في قلوب الناس. سلام. ووصولنا لقلوب الناس ونلقى يطلع من ردة الفعل منهم
مثل ما تلاحظونها أنتم من متابعينكم هي هذه رأس المال، الأمور المادية اطلال شجرة، يوم أن تبين هنا ويوم أن تبين هنا، لكن الباقي محبة النص. طيب سلام. سؤالي بطريقة مباشرة، ودي أسمع لو أبيات وتفاجئ علي بأن قوبل بهدية جزلة، وانصدمت بأنه جتها الهدية، أنت استاهلها طبعا، عطنا قصتها وعطنا قصيدتها. والله يا أبو عبد الله الحمد لله أن الهدايا واجد طيبين واجد وأنا ترى من طبعي دائما ما نبي يقولون الشعر أغراض والمدح من أهم أغراض الشعر، تثني على من يستاهل المدح، لكن ترى أغلب القصائد أنا عندي رد ثناء، أرد ثناء لأصحاب المواقف الطيبة معي. يا سلام. لكن كثير من الحمد لله الهدايا سواء كانت عينية ولا كانت مادية، لكن الحمد لله خير كثير. عطنا قصيدة وقبلت بهدية، وش الهدية إن كان ودك تقول؟ والله كثير كثير القصائد، اختر واحدة. والله أذكر قصيدة كانت في الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره، استاهل. الشيخ محمد بن زايد صاحب فضل علينا لأنه خدم الشعر وخدم الموروث من خلال هيئة أبو ظبي للإعلام، وكذلك من خلال برنامج شعر المليون، وتحت المظلة هذه خدمة للشعر وللشعراء، فهذا صاحب جميل على كل من يحب الشعر، كل من يتذوق الشعر. ف ايش قلت؟ يقول لا سطر التاريخ وقفات وامجاد للعز يمجاد ابو ظبي المجيده، دار لها مع كل تاريخ ميعاد، ولها مع الماضي علاقها وطيده، رفرف علمها الحر من فوق الاوتاد، وتقلدت حلي الحياه الجديده، دار السلام اللي على رؤوس الاشهاد، كم حررت من وثق الحرب قيده، صارت محط انظار من ينطق الضاد، الا اصبحت وجهه بلادنا عديده، لهيجنا الشام بحضارات بغداد، غنى خليج العرف فيها نشيده، سلام يا هيبه ويا شيخ وبلاد، سلام يا ذخر الخليج ورصيده، سلام يا محمد ولد زايد اعداد، ما رمت الامجاد الكبار التليده، لك من مناهل زايد الجود ميراد، عز الله ان العود خلف وليده، يكرم من اللي فيه بارق ورعاد، ويمضى من اللي فيه شرع وعقيده، ويصدق من البسمه على صبح الاعياد، ويعنف من امواج البحور العنيده، ويطيب من العود المعتق الينقاد، ويرهى من ايام الحياه السعيده، يا مبعد الهومات عن قاع الاحقاد، يا مبعد الهومات عن قاع الاحقاد، يا محقق امال الحياه السعيده، وقفاتك تذكر وتشكر وتنشاد، حتى الادب يدعي لك ويرفع ايده، متفرد بمجدك على كل الامجاد، وحتى القصايد فيك تطلع فريده. عزانك. طيب الحين السؤال الاهم، ايش الهديه؟ شكر وعلم طيب ومعها ظرف. الله يبارك لك. تصرح بالهديه اللي جتك ولا ما تبي تصرح؟ والله عادي، ترى شوف عادي يا شباب، مو بعادي، انا اعرفكم ملاقيف تبغون تعلمون عادي. الله يطيب بيض وجهك. واحد واحد يا اخي، الشباب 27. ابو نايف الامر لك، ما يحتاج جيب لك زز. لا اكثر اكثر ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لك وتستاهل تستاهل. الله يبارك. تحيه للشاعر علي بن نايف، استاهل. طيب انا برجع لك بس لا لا، انا حبيت الوقوف احسن، ابرك الساعه. اي فانا ابغى القصه اللي تقول عن فيها قصيده. اولا يا اخوان انا مالي في القصيد، ولا اعرف اقول قصيد ولا اعرف اقول شعر، تمام؟ لكن هذه قصه ارتبطت، يسمونها كسره في الغربيه. ايه كسرات كسرات. هذا واحد كان محكوم في قضيه دم، صلى الله انه يفك اسر كل الموقوفين، الشاهد كان ينتظر الحكم 17 سنه، هو كل جمعه ينتظر يشيلونه. ايه ففي يوم من الايام جاته امه زياره، هو رجل لو قلت له وش قال المتكلم يعطيك على السالفه، يعني تسالف انت وياه وتقول له ها وش يقول المتكلم، يعطيك قصيده كسره على الحدث. عرفت كيف؟ على الحدث يعني وليده اللحظه. يعني وليده اللحظه. ايه؟ يمكن اخوي علي يعرف اكثر مني، هذا في ناس يعطيك على وقتها، يعني انا ما اعرف. صحيح. ايه الشاهد حاضر بحاضر. الشاهد امه جاته على الشبك يا جماعه الخير، وبلغته بالتنازل بالعفو، جاله عفو الحين. سبحان الله.
أول ما قالت العفو قال هدت جبال الحزن حيلي وسيل الدموع جرح الأعيان والجرح طول معي ليلي فيها الأسى مالي الوجدان الظاهر مالي الوجدان يقول يا دمعتي بس لا تسيلي وتشمتي في حالي العدوان أرويت منك مناديلي وخفيت جرحي عن الأخوان واليوم لما انكبى خيلي وتسابقوا الأسري الفرسان سمعت أمي تناديني تعال يا بطل بالأحضان تعال ونور معي ليلي اللي غدت له سنين أحزان يا دموع الفرح سيلي ويا قلب أشكر عظيم الشان ويا ورود الوفا ميلي وعانق الورد في البستان قالها في وقتها على طول وقت ما جاله العفو وطلع يا سلام يا سلام يمكن لعبت في أم الكسرة لعبت فيها يمكن لحنها ولكن لحنها ماني راعي لا هي لا لا دان لا دان دان شكلها كذا أبو الكسرات من أجمل الفنون أنا أذكر شاعر طبعا كسرات أكثر ما موجودة عندها الغربية يقول جيت أشتكي للبحر همي وليات همي طغى في اليم قال البحر ملتفت يمي أيات منا بحر يا عم الله 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 فرزانك طيب على واحد يقول لخاله يقول لخاله يشتكي محاورة هي شباب يشتكي لخاله خاله يمون عليه أصحابه قال يا خال أنا نسيت هي بالبالة بقولها بس قلها موال قلها ايوه ايش السالفة السالفة فيها موضوع اول كان على لساني يوم كان يسولف الاخ ماجد عن الجوانب السلبية كيف الانسان يجعل منها جوانب ايجابية دائما يجعلون دائما من الالم امل حتى هذه موجوده احنا عندنا الشعار اكثر الناس عنده معاناه بس انه زين يحطها في قالب حلو وينطلق من المعاناه هذه بدل ما هي نقطه ضعف تصير نقطه قوه فاكبر دليل ان الاشياء تكتسب لما احد الصحابه فيما معنى الحديث سال الرسول صلى الله عليه وسلم قال اوصني قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب دليل ان الحلم يكتسب لذلك يقولون التحلم ياتي بالحلم والتعلم ياتي بالعلم لكن الأهم في الموضوع المحافظة على المبادئ القيم والخطوط العريضة الموجودة في حياتنا أنا عندي يعني أجد قصيدة موجودة عندي حول الموضوع هذا يا سلام سمعنا أقول التناقض ما يصلح في نظام المبادئ المبادئ مع الإنسان مثل الوداعة يمكن أنك تقصر بعض الأحيان عادي كل حاجة حسب الإمكان والاستطاعة لكن صرت في وادي وقولك في وادي كيف تبغاني أوثق فيك لو ربع ساعة اختلاف المبادئ صار شيء اعتيادي أنا مدري ذكاء في الناس ولا لكاعة المنافق يقول الصدق غاية مرادي والأناني يبي توحيد صفة الجماعة والجبان يتهدد في صفوفة العادي والملمع يقول ان طلعتها من ذراعه والمقرد تحذر من طريق التمادي والمشفح تسولف عن كنوزة القناعة آخر الوقت ظني من معه عقله غادي المضامين صارت بحر من دونه قاعة يا منادي لا تقعد كل ليلة تنادي المبادي غدت في السوق مثل البضاعة الله 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 صح لسانك صح لسانك ما شاء الله عليك ذكرتها ذكرت هذا واحد يقول يا خالنا يا شقيق أمي يا عزنا من خوال وجد بحال وعكر على دمي وأنا أشتكي حالتي من جد لو ينزل العشر من همي على جبال الحجاز ونجد لكسر صخورها الصمي واللي جوارها ينهد يا سلام سلام يعطيك العافيه طبعا طيب انا ما ادري كيف يعني مشيت معايا الامور فالظاهر انها اليوم القريحه منقرحه يعني معايا انت دخلت في عالم الشعر ما شاء الله عليك انا راعي القريحه يعني دخلت طيب خلونا الان مع التذاكر ودي لو فيه قصيده او من القصائد اللي كتبتها عن السوشيال ميديا وبعض الملاحظات وبعض الاشياء اللي انت تزعجك وشفتها وكتبت فيها ابيات او تمتمه او قصيده قصيره او تغريده يسمونها شعريه فكر وبجيك خلينا نشوف التذكره القادمه راح تكون لمن من الجمهور في هاشتاج سكريبت 23 قدموا لكم تذكره والاستاذ ماجد الفيصل بيختار لنا متسابق من هاشتاج فوق تحت وقف عند واحد اصبعك كذا واختار من المتسابق بسم الله سريع سريع ونشوف الان من هو المتسابق الحاصل على التذكرة الثانية؟ تذكرة أيوة التذكرة لصالح المتسابق كل راحة عجيان المري
تستاهل. تفضل هذه تذكرة تستاهل يا عجيان. تستاهل. مساك الخير يا عجيان. طيب ايش رايك نص نص يعني؟ الله نص. تسلم حبيبي تسلم. الله جالك تسلم. استاهل استاهل. الله يوفقك ان شاء الله. بيض الله وجهك. كفو. طيب ابو عبد العزيز ذكرت شيء؟ ايه سلمت. طبعا الحديث عن السوشيال ميديا وامورها يعني حديث ذو شجون. دائما الشيء الحلو اللي نسعى له وانتم تسعون له الظهور المشرف. ترى الوصول للناس مو بصعب، بس الوصول للناس بطريقه محترمه صعب. صحيح. فاذكر ابيات اقول كثر الحكي من غير معنى ومدلول، وسياسه التهريج والقيل والقال. يمكنها تكسبت 200 مهبول لكنها تطرحك من عين رجل. الله الله الله. اضف الى ذلك احيانا حتى كثير من الناس يتضجر من كثير الامور، فعلى لسانهم اقول يضيق صدري بين شاشه وجوال، وجدي على الراحه وفرق الغثى وجد. تال الزمن تغيرت فيها الاحوال، لو صدري يوسع بالرضا من صدر نجد. رجال متميلح ورجال رجال، هذا يبي الشهره وهذا يبي المجد. الله 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 الله. قويه. بيض الله وجهك. صح لسانك. ها؟ انتم كلكم هالمجد. يستاهلون يستاهلون الشباب. طيب والله ان في خاطري عفان ابغى اقول عدها. سمعنا عدها. يقول خلي عيدها. دقيقه دقيقه خلي بصور سناب. دقيقه اسمحوا لي يا شباب اصور سناب. اسمحوا لي. واحد اثنين ثلاثه. يقول يضيق صدري بين شاشه وجوال، وجدي على الراحه وفرق الغثى وجد. تال الزمن تغيرت فيها الاحوال، والفرق واضح فيها للقل والوجد. رجال متميلح ورجال رجال، هذا يبي الشهره وهذا يبي المجد. الله 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 الله. احسانك يا عبد العزيز. ما شاء الله ما شاء الله. بيض الله وجهك يا مال السلامة والغنى. استاهل استاهل. هاي نقراها انا نسمعها انا. والله المراجع في روسهم. ها يا واحد ابي ادخل خشته في اللوحه. عين الرجال. ايه الساعه 6 الصبح يقول اقولها اقرا. كثر الحكي من غير معنى ومدلول، وسياسه التهريج والقيل والقال. يمكنها تكسبك 200 مهبول لكنها تطرحك من عين الرجال. يا سلام يا سلام يا سلام. ما شاء الله الشباب كلهم رجال وهزتهم الابيات لانهم كفوا. والله انا ما يحبون الدنفسه فعشان كذا هزتهم الابيات. دائما الابيات احنا اكثر ما نحاول ننوع عن القيم الاجتماعيه اللي موجود تنطغى سلامه في وجه الرجال اللي كلهم يشاهدونا. فما تحرك يطغى السلامه الا مشاعرهم ولا من القيم والمراجل اللي عندهم جعلهم يسلمون. يستاهلون 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 الشباب. طيب فيها درع جاي هديه. الدرع هذا هو قيمته 10,000 ريال. تعرفون ما تعرفون؟ جاي هدية لواحد المتسابقين بنيته في وقف الرحماء تابع لجمعية عروة الخيرية. شفتوا كيف؟ في من يتبرع عنكم بنيتكم ب10,000 ريال عشان يوصل هالدرع يقول شكرا وتبرعت بنيتك، عسى أن تنفعك في الدنيا وتنفعك في قبرك وتنفعك يوم القيامة. ممكن يكون هالتبرع سبب لدخولك الجنة. أبغى تحية للمتسابق اللي وثقوا به الجمهور وقدموا له الدرع، وهذا الدرع الأول يسجل باسمه بنيته ونية والديه في وقف يكفل الأيتام والمحتاجين وتفريج الكرب. تستاهل يا المتسابق عيفان العيفان. تفضل يا عيفان. تستاهل تستاهل. شيخ ماجد سلم الدرع لعيفان. تعال عندي هنا. ابشر. كلمتك لمن وثق وتبرع بنيتك عنك وعن والديك. اول شيء في وقف للايتام. اول شيء الله يبيض وجهه ويكتب اجره ويجعلها خالصه لوجه الله، والله ما ادري وش اقول. الله يبيض وجهه ويجزاه خير الجزاء ويجعلها ان شاء الله من الشافع له يوم القيامه عند الله عز وجل الاكرم الاكرمين. واقوى الاقوياء ان الله يكرمه ويرزقه ويفتح له باب الجنه ويجعلها مغفره للذنوب. والله ما عاد ادري وش اقول وش اخلي. حطني في موقف انا سعيد جدا، المشاعر متلخبطه، مشاعر
فرح لان الشيء ذا الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله انه نعمه محبه الناس وهديته مثل ذي. انا اعتبر انه اعطاني اموال الدنيا كلها. الريجي مو بيقول قبل شوي جاتني هديه على القصايد، انا جاتني هديه تسوى الدنيا ذي كلها. الله يبينك الله يبينك. استاذ 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 يا اخي. ايوه يوم اللي تقول الهديه. ما عندك مايك؟ ما نقدر نسمع. لا لا زميل جنبك الرجال. واحد واحد كذا جنبي عيفان. يوم تقول الهديه هو ب10,000 القيمه، جنبي يقول يا حظه، يا فرقدي يقول يا حظه، قلت له تقول يا حظه ترى هند، وهو انا جنبك اسمع. سبحان الله العظيم. والله اني قبل تقول لي اسم، والله اني ما علّه ولا اعلم بالدرع ذا، لكن قبل تقوله غبطت قلت يا حظه يا كبر حظه اللي مهدينا الدرع. ما شاء الله تبارك والله العظيم. ما شاء الله تستاهل. الحمد لله على كل حال. تستاهل. هذا عنك وعن والديك يا عفان. وتستاهل الثقه. الله يشافع عليها ان شاء الله. امين. وهالتبرع لوقف الرحماء لجمعيه عروه الخيريه. ما اجمل الخير وما اجمل اهله. ب300 ريال نقدر أو بأكثر، والدرع هذا ب10,000، وتقدر ب1,600 عنك وعن والديك وعن أسرتك وعن والديك ب600 ريال. المهم حطوا اللي تقدرون عليه في وقف يدوم لكم مدى الحياة. أسأل الله أن يكتب أجركم ويجعل كل ما تقدموه في ميزان حسناتكم. ترى حنا قلنا 25,000 تقريبا من 300 ريال، 25,000 واحد منكم أنتم اللي تشوفونا. لو ندخل حنا كلنا تطبيق الراجح الحين من 300 ريال قدرنا نكمل 8 مليون ريال. شفت كيف الموضوع سهل؟ بس يبغى الخطوه الاولى فيه عندكم. فالله لا يحرمكم الاجر والخير. علي في مشاعر، شيخ ماجد في مشاعر، خصوصا لما تشوف اهل الخير يدعمون يتبرعون وايضا يهدون درع هذا ب10,000 ريال يقدمونه مثل عيفان. ايش تقول؟ والله اقول بيض الله وجيههم. ودائما الامور اللي تحمل الخير وترمز للخير، انا اذكر مقوله لشايب من اللي شرواكم، يقول بعض الناس عنده خير وفي خير. يا سلام على اللي يطول عمره عنده خير ويبذل امور الخير. اخونا يستاهل، واللي يشارك يطول العمر يلقى الاجر عند الله سبحانه وتعالى. ونسال الله التوفيق والتيسير للجميع. امين يا رب. طبعا عيفان كما تعلمون من دوله الكويت الشقيقه، عزيز على قلوبنا، غالي ومن غالين، يشرفها في هالبرنامج وهو خير من يمثله وزميله ناصر بن قمره. شيخ ماجد مثل هالمشاعر عيفان فرح كثير بهالدرع في وقف للايتام وتفريج الكرب ويدوم مدى الحياه عنه وعن والديه. وش بيقول ابو رواف؟ والله أقول الله عز وجل أكرم الأكرمين، قد سجلها باسم الرجل هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض، سجلت باسم الرجال هذا وكتبت له في هذا الوقت وهو لا يعلم بها. والله عز وجل يكتب لك الخير وقت ما تكون محتاجه أحيان، وليس وقت ما تترغب فيه. في من الحكم أن الله عز وجل يهبك الشيء أحياناً، في بعض الأحيان يهبك الشيء ليس في الوقت الذي ترغب فيه بل في الوقت الذي تكون محتاج إليه. فأتوقع والله أعلم والعلم عند الله أن الله عز وجل رأى أن الرجل هذا في هذا الوقت في هذا التوقيت هو يحتاج مثل هذا، إما رفع درجات، إما رفع لإيمانه، إما سعادة إدخال السعادة السرور في قلبه، إما رفعته في البرنامج. ما تعرف الحكمة، ولكنك تسعد كثير انك تعرف ان الله عز وجل هو الذي يدبر امورك وانت نايم مستبسا. اسال الله ان يوفقك ويكتب اجرك ويكتب اجر من كتب لك ساهم في اهدائك هذا الدرع. وهذه الدنيا عز الله عز وجل يعطيها اللي يحب واللي ما يحب، ولكن يعطي الدنيا من يحب والايمان من يحب. شوف الدنيا يعطيها يحب واللي ما يحب، ولكن الايمان يعطيه من يحب فقط. أصلاً الله يجعلنا منهم يا شباب. آمين يا رب. طيب أبو رواف سؤال، وأنت مرشد علاج إدمان، لما نقول كذا خلال التجربة لو قلنا في دقيقة واحدة في خاطرك كلام كثير وكبير. حنا شفنا الحملة القائمة بها المكافحة المخدرات وسعيدين بها الحملة وكلام كثير تجاه ما تقوم به دولتنا مع التعاون مع وزارة الداخلية وغيرها من جهات الحكومية المختصة. لكن حنا بتقول أنت مرشد إدمان، خالطت مدمنين، حاولت في إرشادهم وإقلاعهم عن الإدمان. أبغى كلمة كذا من قلبك لكل من هو واقع أو لكل من يفكر ممكن مع الأيام بأنه يقع. كلمة كذا عصارة تجربتك، عطناها في دقيقة. والله كذا عصرها كذا ضبطها. قفلت علي يا أبو، لأنه هذا الموضوع يؤلمني أنا بصراحة. أنا عارف يبغى له دورات ومحاضرات. لا 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 هو مو كذا، هو يؤلمني السؤال اللي أنت قلته. يعني لما أنا أشوف بعيني يا جماعة، أنا عارف أنه الطريق يودي للهلاك،
وأشوف شاب متحمس أنه يهلك نفسه، متحمس أنه يهلك نفسه. أقولها باختصار لعل الله ينفع بها. تعرفون يا شباب، في صفات مشتركة في القادة على مدى التاريخ، سواء مسلمين أو غير مسلمين، العظماء خلينا نقول، في صفات مشتركة. أبو عبد الله ولا هنا أخويا علي ولا أخويا، الصبر صح، التخطيط، الإصرار. معايا أنتم ولا مع الأسف يا شباب؟ معايا ولا مع السلامة؟ هذه مو من صفات مشتركة في القادة العظماء في العالم، الصبر والتخطيط والإصرار والسرعة البديهة، صح ولا لا؟ تحديد الهدف ولا لا؟ تعرفون يا جماعة أن هذه الصفات العظيمة موجودة في المدمن ده لجلسة يدمر نفسه؟ والله موجودة فيه، ولكنه قاعد يستثمرها طريقة غلط. طريقة غلط. عنده إصرار للتعاطي ما تتخيل كيف، عنده تخطيط للتعاطي شيء خرافي، عنده صبر على كلام الناس وعلى البهذلة وعلى الهروب من الحكومة والتخفي ما تتخيلوا كيف. بس مجرد ما أقول له يا عزيزي يا حبيبي بس هذه الصفات، يرحم أمك سخرها لنفسك، والله تصير من أفضل الناس. وأنا أقولها بكل صراحة أمام الناس، ترى ما اللي يقعون في المخدرات هم ناس في الأصل كويسين طيبين، هم ناس طيبين، هم ناس حبيبين، هم ناس من أفضل الناس، ولكنهم استثمروا قدراتهم وإمكانياتهم بالخطأ. فأنا أقول يا حبيبي اقفز، في ناس في الضفة الأخرى ينتظروك، في أحبة لك ينتظرون قفزتك من الضفة اللي أنت فيها. اقفز، بس اقفز، حتجد الناس كلها ترحب فيك. يمكن القفزة تكلفك كدمة في ذراعك في ركبتك مرة واثنين وثلاثة، ولكن مجرد ما تحاول القفز حتجد كثير من الناس يحتضنوك. أقصد المجتمع وأقصد الأهل وأقصد كل من يحبك، اللي أنت متصور إنهم ما يدرون عنك وما يحبوك، لأنه عندهم فكرة مغلوطة إنه إحنا مختلفين عن هذول الأسوياء يسمونهم صوفية صوف، وإحنا ناس لحالنا ما نقدر نختلط مع العالم هذا. والناس هذول يتكلمون عنهم العوام هم اللي في الضفة الأخرى، اللي يقول لك تكفى أقفز تعال، أمك تقول لك تكفى أقفز تعال، زوجتك تقول لك تكفى أقفز تعال، أحبائك تكفى أقفز تعال، ترى ننتظرك وأنت جالس في ضفة أخرى تعادي نفسك وتهلك نفسك. فأقولها من بكل حب، اقفز، ترانا كلنا ننتظرك. يا سلام، يعطيك العافية، بيض الله وجهك، شكرا لك، ما قصرت. طيب نقدم الآن تذكرة، وبعد تذكرة في فاصل قصير بنروح له، وبعدها بنرجع إن شاء الله من جديد مع ضيوفنا. طيب الآن نعطي تذكرة ونقول بسم الله توكلنا على الله، وألف مبروك للمتسابق اللي حصل على التذكرة من الجمهور، وهو المتسابق الشنبة. وين أشوفه، موجود ولا موجود؟ أحسه الشنبة. ها؟ ترى تخمين هذا من قال عادل؟ ما شاء الله عليك يا أخي، إجابة الإجابة صحيحة وعادل مطيري. اللي أهداك رمزت لاسمها ورمز لاسمه بسبحان الله، عمران النواظر. يا هلا، تفضل عبد العزيز، قدم التذكرة. تستاهل يا اخوك، تستاهل. طيب من هلا الاعلى ان شاء الله. الله يجزاك خير يا اخو مالك. طيب قرب من علي عشان مايك، عشان قط معك. الله يبيض وجيههم ويجمل حالهم. والله اني ما ادري ايش اقول الصراحه، وقفتهم دائم هي غريبه عليه، في كل فقره في كل شيء يلقى وقفتهم. الله يبيض وجيههم ويجمل حالهم. تستاهل، وعقبال ما تطلع ابراهيم القادم ان شاء الله. ان شاء الله. طيب تستاهل يا عادل، يعطيك العافيه. طيب علي، انا ابغى قصيده من انتقائك انت، ودك اليوم تقدمها للشباب وللمشاهدين قبل الفاصل. وش بيسمعنا علي من قصائده الجميله؟ وانت قصائد كلها حلوه. يقول على كل ما يجري اصدور الرجال اقفال، تغاضي وصدي بالنظر وصبري يا عين، صدوق المشاعر كل ما قيل كيف الحال، تحامل على جرحه وقال الكلام الزين، على واقعه يا ما تمر الوجيه أشكال، ولا تجبر الخاطر ولا تكسر الروتين، يكف العباير ويتوجد على الأبطال، ما يبكي على الأموات يبكي على الحيين، على جرة الجهال يا بلشة العقال، مظاهر وزيف وكلمة تحتها خطين، عسى الله يخارجنا من أصحاب قيل وقال، وهل تم وابشر واحتزم بي، لكن بعدين بعد عفت مما شفت، بوقف على الأطلال ونادي بعال الصوت يا معرب الجدين، لم انك لقيت الطيب الصادق الرجال امانه تجود فيه بدل كثنتي. سلام سلام سلام.
طول عمرك. لسانك ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافيه ابو عبد العزيز. قصيده جزله من شاعر جزل. طيب انا ابغى ثلاثه منكم يختاروا لي بيتين شعريه من القصائد اللي يحفظونها او من القصائد اللي عندهم ويمتعوننا بها ويقول هذه القصيده تعني لي الكثير، يعطينا شطرين منها وبيتين منها. طيب الدوسري ما سمع سنه صوتها اليوم، خليك مكانك. تبي بيتين؟ انا طرى لي على طول بيتين. انا ابغى لي بيت بس ارضى فيه واسكن معاه، مو شوف السعد. سلم للدوسري. هذه بيتين لابوي جعل ربي يطول عمره. الله يرزقك بر يا اخي. تبي اغنيها يا ابو عبد الاله؟ براحتك غنى، خلنا نغير. ايه هزي ايه. خل اشوف اللحن. بعض البشر قلبه من الحقد. بعض البشر قلبه من الحقد عايب. ايه بعض البشر قلبه من الحقد عايب، لا فيه طب وقلبه اسود من اغراب، عنده نجاحك من كبار المصايب، واذا سمع مدحك من الغيظ ينصاب، كبه ترى مثله مع الناس خايب، عادات بوجه يكذب ويغتاب، وتبقى الحقيقة يا زمان العجايب، الروس روس ولو يغارون الأذناب. سلام عليكم. طيب اللي ما أخذنا مشاركاتهم اللي جميل ما شاء الله. الله الأكلب يا جل، يا رب يطول عمرك، الله يجزاك خير. أكلب أنا دائما أقول ولما مقطوع الكلام، أكلب وهالبيشة كلكم كفو والحاضرين كفو، لكن أكلب وهالبيشة دائم يسمونهم برازيل الشعر. يستاهلون. فيهم ابن قدلان الله يسكنهم الجنة. كلهم الاثنين الشباب من كفو. كفو. طيب سمعني عبد العزيز. وين الثالث؟ زايد. ونعم. ونعم أنت بعد؟ ما شاء الله ونعم فيك ونعم، لازم الواحد منكم يطلع برايم قريبا، ما يصلح اربعه. تفضل يا عبد العزيز. اللهم صل على محمد. منطورين كذا؟ لا لا وش تبي؟ طيب روح لزملائك نرجع لك. روح يلا سالم. ذعذعي هبوب وغردية حمامة، واطربي مسمع ما يستمع للاغاني، أنا مطرب على صوتك يا راغب علامة، الله أعطاك مير الله تعالى أعطاني الهداية طريق الدين والاستقامة، والعمر لو وصلت 90 قاضي وفاني، الله لا يحطني في موقف به ندامة، والله أنه لا يواخذني بزلة لساني، مرتفع راسي ولا فوق هل العمامة ويمكن أدحم بها وما تسهل اليمان. سلطان بعد يجيك عبد الرحمن لأنك شاركت بقصيدتين، أبغى زملائك شوي بس. أرفع صوتك. اقول هذه بيتين للشاعر الكبير سفر الدغيلبي. عطناه عطناه بصوتك، صوتك زين انت. تسلم. خسرت بعض المصالح من سبايا بعنادي، لموني الناس كاني مرتكب لي جريمه، احد على حسن ظني يقول وين انت غادي، واحد لقاها وسيله للحكي والنميمه، للحكي والنميمه. سلامتك. سلامتك الله. جميل. عبد الرحمن عندك عندك ابو منصور بيتين بيتين لا تطولون. ابشر ابو منصور طره يقول ابيات للوالد، وطرت علي ابيات الوالدي مسيه بالخير خشمان بالنهار وقعبوب. ونعم. ما عليكم زود. يقول والله اني كل ما ضقت سجيت الدروب، الف جوجو ساع والقلب ما نشكي منه، لا تحسب كم غدالك وباقي في الجيوب، ابن ادم لا دفن ما معه غير اكفنه، كب عنك اهل النمايم دورت العيوب، ودور اللي تاكل الناس دايم بصحنه، والله ان الطيب اللي مع الناس محبوب، ودك تضحي كل عام عنه بحسنه، واكثر الاصحاب وصفه مثل بعض الحبوب، تاخذه من صيدليه ولا تاكل منه. الله 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 الله. السلام. عيفان أجيك يا عبد العزيز. من بعض ما شفته يضيق الجاش آش. بشويش يا جور الزمن بشويش، من بعض ما شفته يضيق الجاش بشويش يا جور الزمن
بشويش أنا ما أدور في العظام عراش نفس الرجل ما تقبل التهميش أكرم جنابي عن جناب اللاش اللي اليوم إنه نبت له ريش يصير كأنه من طيور الطاش وهم نول كان مدري ويش بهيم تنترعم على دباش وشوف نفسها من دهات قريش إلى قلق يجلس بدون فراش هم ما عندها صحون العيش اللي على سور الرجال اعتاش على المعزة مستحيل يعيش لابوس نوعية لابو قطاش عاشت على المدات والبخشيش والمشكلة قلبي سوات الشاش وقلوبهم لو فتشت تفتيش انجس من الفار ومن الخفاش مسببه في المجتمع تشويش ونهاية الموضوع خذها كاش حتيش لا تزعل علي حتيش سلامتك الله 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 صح لسانك يعطيك العافية عبد العزيز نختم عند عبد العزيز ثم بنروح فاصل ليه يا نور عين عارف الناس لا لا عندك 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 ليه يا نور عيني بان منك الجفا ليه يا جنة الدنيا ولذاتها يا قمر نصف شهر كامل بالوفا ارحم العين يومته لعبراتها ارحم العين يومته لعبراتها سلام عليك صدمتني ما شاء الله صوتك جميل والله والله صوتك جميل ما شاء الله تبارك الله طيب ناصر دام زملائك يبونك وانا ابيك بعد وشعرك وجزالتك يستاهل وانا قصيدي مثل وجهي وجاهي حنا وقفنا للمراجل وانا اخيك ونحسها في نفوسنا فرض الهي نشوم عن جمع الركاب المباريك ونقوم للي يبعدونا المناهي خضر النمش ومزهبات البلاجيك من وقعها شفنا عيال الدواهي خضر النمش ومزهبات البلاجيك من وقعها شفنا عيال الدواهي لو التباهي من حقوق الصعاليك وش عاد يمسح دمعينا التباهي دندن وغنونا وش الجد بيديك وش على من ينطح القوم فاهي برق الكفول لناظ برق لناظ برق المجد سالت مناشيك واسمك على صدر السماوات راهي وانا عضيدك واحتزم بي وانا اخيك ويا قهوي جيب الله براد شاهي سلام 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 عبد العزيز في الشباب احنا جالسين ندور الشباب كل واحد يعطينا بيتين جاء في ذهني كذا تامل ليش الشعراء في الغالب يكونوا مصدرين هل هي عشان موهبه ولا عشان معنى في الشعر ولا وش مرجعيه الشعر اصلا وقوته في القديم كانوا يقولون انه هو الاعلام الان الزمن اختلف الاعلام صار هو الاعلام الشاشات والسوشيال ميديا وبما يقدمون الناس باختلاف الاشياء اللي جالسين يقدمونها ليش الشعر الان متمركز متصدر في المجالس في اللقاءات يحبونه الناس يحبون يسمعونه وانت شاعر متعمق متمركز لان الكلام اللي فيه معاني ما تقدر تقولها في الكلام المباشر لكن تقولها في الشعر ايه في اي غرض في المدح في الغزل في اي غرض من اغراض الشعر في العتب في كل شيء لذلك دائما ترى الكلام كثير احيانا يجي كلام زين ودك يعني تمسك منه لو بعض الكلمات لكن ما تمكن منه لكن الشعر يربطه القافية والمعنى والتركيب فيبقى له جرس موسيقي الله شوف من قديم الزمان أنا حكي أنا وكثير من الشباب دائما عن القصايد اللي ما لها صلاحية معينة ونستدل بأبيات محمد الأحمد السديري يجعل قصر ما يجي له ظلال ينهد من عالي مبانيه الأساس سعد بن جدلان الله يسكن الجنة البارح كنا في مجلس ونسولف عن قصايده أقول ما ترك ولا غرض ولا موضوع يتكلمون فيه الناس في المجالس ألا حط له وسم وقسم في هذا الموضوع أنت تكلمت عن يعني الاكتفاء من الحياة وانفتاح الأبواب الجديدة هو اللي قال لنقف الباب من الرزق حراسه وقوف فتحت بيبان الأرزاق من كل اتجاه وانحكينا عن التغاضي والتسامح هو اللي قال مثل ما قال المثل دام تمشي مشها حتى عن الشعراء أنفسهم يعني لاحظ احيانا الشعر ما هو يعني شيء غريب على المجتمعات وعلى الناس والشعر يقوله الصاحي والمجنون لذلك ما هو بخصله حميده في الانسان لكن انه موهبه من الله فسعد رجع على الشعراء وهذا يعني قليل من الشعراء اللي رجعوا يعني على انفسهم وعاتبوها سعد يقول يا اخي الشاعر ترى مو فوق راسك ريشه ما تحد كل ظلالك ترمحه وتهبده ما يهم تسب تمدح شخص تطلب عيشه المهم ان المشاهد يفهمون الزبده سلام تتقي وتبين كانك تلعب الخشيشه تمتحن هذا المشاهد لين تذبل سبده بالمزاج المنجرف وافكارك الطنيشه لا تسمع في سديس ولا محمد عبده الله يرحمه ويقبل له
جميل ابو عبد العزيز جميل. طيب انا ودي اروح فاصل قصير وبعد الفاصل بنرجع ان شاء الله ونكمل باقي دقائقنا في لقائنا مع الاستاذ الجميل ماجد الفيصل والشاعر الجميل علي بن نايف. سمعونا تحيه لهم يستاهلون. ها طيب احنا بنجلس احنا وضيوفنا ونطلع معكم مشاهدينا فاصل قصير وبعد الفاصل في تذاكر ستوزع على المتسابقين في هاشتاج سكريبت 23. ابقوا معنا بعد الفاصل. تفضل ابو عبد العزيز. نشأت جمعية عروة الخيرية بفكرة من الأهالي بناء عليه تقدمني بطلب ونتج عنه موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 29/7/1426 وبدأ العمل بالجمعية العمل الفعلي من تاريخ 20/10/1426. وجمعية عروة هي جمعية مرخصة من وزارة التنمية والموارد البشرية برقم 333 وتعمل في نطاق مركز عروة. وأنشأت الجمعية لهدف أول ورئيسي الذي حرص عليه الأخوان في مجلس الإدارة والجمعية العمومية بأنه يكون هدف الأساسي هو خدمة المحتاجين بالمركز من الأرامل والأيتام والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وأسر السجناء في مركز عروة. ولا تعمل الجميع على جانب واحد بل من خلال منظومة متكاملة من البرامج التي تهدف إلى توفير احتياج المستفيد مختلف الجوانب التي تشمل المشاريع الإغاثية كالسلال والسقيا والكسوة ومساعدات العينية والنقدية للمحتاجين. وكذلك يوجد لدينا مشاريع الإسكان مثل البناء والترميم وتوفير الأجهزة الكهربائية والأثاث وسداد الإيجار والفواتير وغيرها، بالإضافة إلى المشاريع التنموية من التدريب والتأهيل وتطوير تهيئة أبناء المستفيدين لسوق العمل. وهذه هي قصة جمعية عروة الخيرية التي منذ بدايتها كانت رؤيتها جمعية متميزة متخصصة في رعاية وتنمية المجتمع. حياكم الله مشاهدينا من جديد، رجعنا لكم مع فقرة عطاء ومع ضيوفنا أستاذ ماجد الفيصل والشاعر علي بن نايف. صراحة لقاء اليوم أنا مستمتع فيه وأعتقد أن الشباب مستمتعين وأنتم كذلك مبسوطين من القصيد ومن الرسائل الموجهة من أستاذ ماجد الفيصل وشاعرنا علي بن نايف. طيب أنا بس ودي أذكر الجمهور جالس هنا يقول لي رجع تذكرة عبد العزيز الأسلمي. أنا قلت أي متسابق مو موجود معنا في الفقرة ما راح ياخذ تذكرة، لازم الجميع يكونوا موجودين. هذا واحد. اثنين، بالنسبة لي قصيدة أشوف الشباب أسمع الشباب قبل الفاصل أو أثناء الفاصل جاي يطلبونها من أبو عبد العزيز، يقول نبغى قصيدة الفلانية. قال أبشر بعد ما يرجع. طلب منك عبد الرحمن قصيدة. إيه. وين عبد الرحمن؟ تطلب القصيدة وتروح تخليها. عبد الرحمن. طيب عطنا القصيدة يا أبو عبد العزيز بناء على ما يطلبه الحاضرون. يقول ما القلب كل ليلة والهجوس تمله وانت خافي راسي البارح وجيته كلي الطواري روحت في واجبه من تله والدروب اثنين بين مرحب ومهلي لكن الدرب اللي يقصد يمته وادله حال دونه واحد وده ولا هو بله ودي يا خاوي خوي الغيم لين وصله وتعلى في سفوح النايف المتعلي والرجوم اللي على رؤوس الجبال مطله ودي اسولف عليها لين يبرده غلي الطموح الصعب كبده ما يم بتله صافحيني يا هبوب ويا سحابها
هلي يا عذاب اللي دار الخطر المعتلة ما دار ان الجنب يبقى والسرابة يولي يفرق الفنجال الأول عن حثال الدلة والصقر يفهم الإشارة والبعيرة انفلي المهبل بالدرازن والنشامة قله خايف في تالي الأيام أخاوي ظلي يسبح بغيبوبة الراي أعقده وأحله كل ما قالوا علامك قلت فرقة خلي ما يقيل العثرة ألا اللي وفاه جبلة والشماتة دايم من مردودها بالملي انتبه لا تشمت اللي لاحقتهم خلة حاول أنك تشمت اللي صايم ومصل سلامتك الله الله صحزانك بيض الله وجهك يعطيك العافية. طيب عبد العزيز هذه تذكرة أنا بطلب منك طلب تعطينا بيت شعري تعطينا شطر منه والشباب الموجودين يكملون الشطر الثاني واللي يعطيها الجواب تعطي تذكرة. عطنا شطر سواء من شعرك أو قصيدك أو من القصائد اللي أنت يعني تعتقد أن الشباب حافظينها. هي اختبار كذا سريع لحافظة اللي موجودين أو ممكن بفراستهم وسماعهم. تعطي شطر ويكملون الشطر الثاني أو تعطي شطر نص الثاني ويكملون آخر كلمتين ثلاث كلمات. وأنتم ثلاثة وإحنا اثنين. أعطيكم شطر واللي بيكمل الشطر الثاني بياخذ التذكرة. يلا. هي لازم ترفع. تبغى إجابة كذا ولا يرفعون يديه؟ يرفع اليد ترفع. يرفع يده. عسى السحاب اللي معه برق ورعود. خرب بالهذار. هذه سهلة. عندي عندي. توكل على الله. ينجح طلابه. ينطر على دار ولي فيه سكان. سلام استاذ تحيه استاذ تحيه طول العمر تذكره استاذ طيب يا استاذ جم العاب طيب استاذ ماجد الفيصل لا تقول شعر تورطني لا ما ابغى منك شعر ابغى منك سؤال تختاره بنفسك وروح في تذكره هديه للشباب سؤال اي سؤال في بالك السؤال لغير الله مذله اي سؤال وجواب ياخذ التذكره اي يرفع اليد تختار واحد تعطيه تذكره التذكره هذه لها معاني جميله يقابل اهله في يوم البرايم على المسرح يا هلا وسهلا حياك الله من زمان ما شفت خنفوس يطير هسه سموه خنفوس انتم ولا بس عندكم عشان نحرك يصير سؤال بفائدة يعني بفائدة إيش الحكمة اللي ظهرت في قصة موسى مع الخضر في خرق السفينة في خرق السفينة نعيد السؤال السؤال يقول يا طويل العمر السؤال يا بعد رأسي يقول ما هي الحكمة من خرق موسى خرق السفينة من موسى عليه السلام في واحد هنا رفع يدي اختار واحد يا ابوه من هو خالد عبيد خالد عبيد ارفع صوتك الصبر بنصبر عليك يا حبيبي واجلس اجلس شهراني ما اسمع صوتك اليوم دقيقة من الشهراني اللي ما اسمع صوتك ابشر بيض الله وجهك يا شيخ صحيحة ما شاء الله بعدين جبت هالطريقة الشيبان ايه عز الله هذا بخشم البندق جاي عرفت الله يرضى عليك تستاهل كل خير وجهك ابيض تدري تدري ان اول تذكرة اخذها في الاسبوع ذا كله تستاهل كل خير والله لو بيدي كان اعطيك يا ربي طول عمرك بالمناسبة يا اخوان بالمناسبة سلمت بالمناسبة شفتوا هذه القصة الحدث هذا يعني فيه حكمة عظيمة جدا يعني الله عز وجل احيانا يرسل لك معي ارفع الصوت يا مهندس الصوت عندنا ما يسمعون الشباب احيانا الله عز وجل يرسل لك رحمته على شكل مصيبه واحنا ما نستطيع ان نخرج من انسانيتنا ونعرف ما هي الحكمه من اقدار الله المؤلمه يعني لما خرق السفينه موسى كانت بالنسبه للخضر الخضر لما خلق السفينه تعرفون قصته ليش خرق مين اللي ركب في السفينة أصلا هم ركبوا موسى عليه السلام والخضر بوجه الخضر يعني موسى ما يعرفوه يعني اللي ركبوه عشان الخضر شافوا الخضر رجل صالح يعرفوه ركبوا موسى السفينة فتيجي أنت يلي الناس مركبين بوجهك تخرق السفينة فالأمر خالف المعقول لكن لما جاء في سياق الآيات ذكر الشخص إيش اللي بقوله أنا إن الله عز وجل يرسل لك الرحمة أحيانا على شكل مصيبة وتجد في ثناياها رحمة عجيبة ويقول ابن الحكم
رب أمر تتقيه جر أمر ترتجيه. يعني في شيء خايف منه أنت ما ودك يحصل وتحاول تدفعه وتحاول تدفعه ثم حصل. قال رب أمر تتقيه جر أمر ترتجيه ظهر المكروه منه واختفى المحبوب فيه. سلام يا سلام. فهذا من أقدار الله المؤلمة اللي حان نقول لعله خير لعله خير، بس حبينا نقول هذه الفائدة. شيخ ماجد وبيض الله وجهك ولا أنت في حان مساء الخير. فاقدينك اليوم ولا موجود وأنا ما انتبهت؟ بالله أنا ما انتبهنا لك. إيه طيب أبو عبد العزيز نبغى نختم يعني بتغريدة شعرية وش أو قصيدة وش بتعطينا؟ والا عطنا شيء وممكن نرجع ان كان في وقت القصيده ثانيه. طيب اعطيكم موال لازم اقوله. انا اول شيء اشكر اخويانا النشامه اللي جالسين طول عمر يجهزوني طول عمر العلوم الطيبه والقهوه. عبد العزيز الاكلبي كفو والله كفو. هذا ما بغريب عليه. عباس الحربي ونعم ونعم بيض الله وجهك. لكن ايش رايك يا ابو عبد الاله نقول غزل عشان ريلاكس على ما قالوا. ما قلنا غزل الليل. روح يقول سلام يا التذكار ورسوم الديار اللي لمرينا ذكرناها بخير يا مسافرين أنا رهين الانتظار بين الوداع وبين تانيب الضمير أقول للبيت المطرف يا عمار متى ترد الروح وتفك الأسير من بعدهم بين الضلوع يفوح نار لا مرحبا غالي ولا دلته عصير واللي هدى بعيني لها ظل وستار عن كنة الجوزة وعن رمضة الهجير مهرة عقيد زعلت قب المهار يا ما استدار القلب لحظته تستدير الفارع اللي ما تعرف الاختصار دايم وهي تركي على الضلع القصير تجرح بنجل عيونها جرح الكبار ويتلي من يمها سلك الحرير وهلال منه العيد وهلاله غار ما شيفتي شقرة ولا حوطته اسدير يا ما طلبت الوقت رد الاعتبار ولا اخذ حق الكبير من الصغير اوقف على الاطلال في تال النهار واروح منها لا بشير ولا نذير قفيت وانا شاي من شومه حراره رعيت خاطرها مع جرحي خطير. الله 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 يعطيك العافيه وصح لسانك يا عبد العزيز. طيب باقي دقائق على نهايه الفقره وانا ودي سفراء هالاسبوع اللي هو عبد الرحمن واللي معه كذلك من طالع المستشفى عسى الله يشفيه. الله يشفيه ويعافيه. من هو اللي السفير البارح؟ حاتم. حاتم الحربي. اي ونعم. عبد الرحمن بقوم معك دامك واقف. السفاره الاسبوع عندك احنا 18% وقف الرحماء تبع جمعيه عروه وهو هدفه انجاز ان شاء الله سيتحقق في البرنامج وهمه الرجال الموجودين وليس فقط للسفاره اللي عنده سفاره او سفير انه يكتمل الوقف هذا حتى نسعد الايتام ونسمع ان شاء الله مداخلاتهم على الهواء مباشره يشكرون كل من تبرع لصالح الوقف اللي راح يكون للايتام المحتاجين ولتفريج الكرب ب 300 ريال اخوي واختي تقدرون تشاركون في هالوقف. جمعيه عروه الخيريه تدخل تطبيق الراجحي تروح موضوع سهل ترى ايقونه التحويل ثم بعدها لجهه خيريه ثم بعدها تكتب فوق جمعيه عروه يطلع لك اسم الجمعيه ثم وقف وتتبرع 300 ريال تبي باقل تبي باكثر المهم انفق لينفق عليك من ربي سبحانه لأنك تتعامل مع الكريم. فإن شاء الله أنا وإياكم نفرح كما فرحنا في البرامج الماضية ونسجد شكر لله سبحانه وتعالى على اكتمال هذه الأوقاف. الأوقاف رسمية مرخصة مصرحة لها قوائم مالية وهي تابعة للحوكمة وتحت نظر المسؤولين. يعني اطمئن في أموالكم ستصل إلى مستحقيها 100% في زمن الحزم والعزم. كل الطرق تمشي بالطريق المستقيم ما في لف ولا دوران لأن البعض ربما يشكك البعض ربما يتحدث. لا يا حبيبي ما أحد يقوى في زمن الحزم والعزم إنه يلف ويدور في أنظمة في قوانين في قوائم مالية تمشي النظام بالطريق الصح. أنت لما تدفع ادفع لله تتجه بنظام محاسبي إلى الأيتام والمحتاجين يشترون لهم وقف عمارة في ظهرة لبن هنا في الرياض وبعدها يبنون هالأرض موجودة هالأرض وأنا زرتها يبنون هالأرض إيجارها السنوي راح يكون لمن؟ للأيتام للمطلقات للأرامل للفقراء المحتاجين لتفريج الكرب الناس اللي بعضهم عندهم إيقاف خدمات وأمور ما عندهم اللي يأكلون ولا يشربون والجمعية توقف معهم وما توقف معهم هباء منثورة لا يدرسون أمورهم دراسة صح 100%. فأنت اليوم وقف ليوقف الله معك في وقت أنت تحتاج
انه احد يوقف معك، اذا بخلت ترى يعني بيبخل عليك، اذا اعطيت عطاك الله الكريم فانت تعامل مع الله الكريم، لكن اذا طعت الشيطان وخفت من الفقر في اي ريال تقدمه اعرف انه لن تكرم. الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الله يعطيك ثم يقول اقرضني، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، ما نقص مال من صدقه بل تزد بل تزد بل تزد، كل هذه في سبيل الله وفي سبيل الاوقاف اللي تدوم لك مدى الحياه وحسناتك تمشي. من انت من انا؟ ترى احنا فقراء ضعفاء امام الغني سبحانه. نعمه من الله ان الله جاب لنا هالوقف نشارك فيه ونتبرع فيه وننفق فيه وتكون صلاح لنياتنا وذرياتنا ودواء لمرضانا وعافيه لاي مبتلى عندنا. والله انه توفيق ان الله يختارك ويخليك تشوف او انك تنشر او انك تعطي الناس الثانيين التصاميم حتى انهم يتبرعون، فالدال على الخير كفاعله. لا تحرمون انفسكم، اسال الله ان يكتب اجركم واجعل ما تقدموه في ميزان حسناتكم. وباذن الله 25,000 سهم من 300 ريال تكتمل قريب. عبد الرحمن وانت سفير الوقف، وش ودك تقول لزملائك للمشاهدين لهالوقف؟ اول شيء اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وثاني شيء الله سبحانه وتعالى يقول والذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثق ثقه تامه ان اي مبلغ تحطه لوجه الله انك تبي تلقاه، وانه مضاعف عند العزيز الحكيم الكريم اللي ما يضيع عنده شيء. بادر وانشر واجرك عند الله سبحانه وتعالى. ولا زود على كلامك شيء ابو عبد الله، كفيت ووفيت وانت خير من يمثلنا. الله يرفع قدك، كلنا واحد، وان شاء الله بس اهم شيء انه في الاخير نسجد شكر لله على ان اسعدنا الايتام والمحتاجين. شيخ ماجد تقوم معنا شوي تكرما، ونبغى نسمع يعني رساله لك لاهل الخير اللي يشوفونا الحين تجاه هالاوقاف، وانت شاركت معنا في برامج ماضيه وفرحت اكيد مثل ما فرح الملايين باكمال اوقاف الخير. والله شوف يعني اول شيء يعني لما الله عز وجل يعطيك فرصه انك تقدم لله فهذه الحاله يبغى لها شكر. لما يسهل يعني يهيئ لك سبل الخير فهو اراد لك الخير، فلا تقفي انت. فهو الان يهيئ لك، جاب لك وقف وقال يا عبدي هذا الوقف امامك. ضع ما يسرك لدي كي تسر به يوم القيامة. فرصة لنا، يا سلام، فرصة عظيمة. ما أردت أن يسرك عند الله عز وجل فقدمه الآن، وما أردت وما تظن وتتيقن أنه هذا العمل سيضرك عند الله عز وجل فحجم عنه، فهي فرصة الآن عظيمة. يعني شفت الآية، يعني حتى علم النفس ربطوا الصدقة، قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني ربطوا الأمور النفسية بالصدقة. الخوف اضطراب نفسي والحزن اضطراب نفسي، فقالوا الإنفاق في سبيل الله يكون من نتائجه أنك تسر في دنياك قبل آخرتك. لا خوف عليك في الآخرة، ولا تخاف في الدنيا، ولا تحزن، ولا تحزن على ما سوف تترك في الدنيا، ولن تحزن على ما تواجهه في الدنيا. فربطوها حتى علم النفس الإسلاميين أن هذه الآية من دوافع ومن المهارات للتعامل مع الاكتئاب والحزن والخوف اللي هي الصدقة. فأنفق ينفق عليك، أسأل الله على قدر يكتمل هذا الوقف واجعله خاص وجهك وجهه الكريم. آمين. واجعلنا كلنا بإذن الله في هذا الأجر. فيا جماعة والله أحيانا تشتري لك أجلكم الله شوز ب 300 ريال 400 ريال ينشق ترميه صحيح وتنسى، كبك تشتريه ويطيح ويضيق صدرك، هناك ما في راح شيء يضيع، هناك تضاعف الامور. اسال الله يوفقنا واياكم. امين يا رب، جزاك الله خير. ابو عبد العزيز يقول الشاعر تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. فهذا هو السخاء، اعلى درجات الكرم اعتقد. فالان في الكرم وانت شاعر لك خيارين، يا اما في عمل الخير بيتين تتذكرها قلتها في الانفاق ومن يعطي وينفق، او في الكرم مع الرجال ودائما موجود في العطاء والهبه والبذل في امور الخير. فيا هذه يا هذه، وش اختار ابو عبد العزيز؟ تغريده جميله. بيتين يقول الكرم والطيب ما يعرف الا الطيبين. والردي محدني بلا غداه ولا عشاء. الكفو مفتوح بابه على طول السنين، والردي ما ينفتح بابه الا في عزاء. الله تحيه تحيه لابو عبد العزيز. السلام.
والله ودي يعيدها بعد. يلا عيدتك. الكرم والطيب ما يعرف الا الطيبين، والردي محدني بلا غداه ولا عشاء، الكفو شرواكم مفتوح بابه على طول السنين، والردي ما ينفتح بابه الا في عزاء. يا سلام يا سلام. وهذا هو الكرم حتى في اعمال الخير. ليش طلبت منه؟ لاني ابغى اربطها في اعمال الخير. فانت لما تكون كريم فانت كريم على نفسك وذاتك، وانت تكون كريم مع الكريم الله اللي هو معطيك النعمه والخير اللي بين يديك، فما اجمل الكرم. احنا نفتخر دائما اذا عزمنا ان نتجمل وتكلف في المناسبه 2000 3000 1500 4000 الناس، في ناس اكثر بهرجه ممكن يمدحون عزيمتك ممكن يذمونها، لكن هذه ان دفعت 300 ريال او دفعت، انا اعتقد انه انا ولا ضيوفي ولا الشباب لو احد يشاهدنا الان في يوم من الايام قابلنا في مكان ها وعرفنا جاء سلم ويحلف، لاني اعرف ان كل من يشاهدنا هالكرم يحلفون العشاء ولا الغداء، وانت تممت له قلت عنده وعشاني ب 1500 طري ولا الى 2000 مع ملحقاتها، صح ولا لا؟ صح. احنا اليوم نقول كرامتنا، كرامتي كرامه ضيوفي وامون عليهم والشباب لكل من يشاهدنا الحين، كرامتنا بانكم تعطون هالايتام وهالمحتاجين وهالفقراء وهالمن يحتاجون تبريج الكرب في هالوقف المبارك. تقدر ادفع ليدفع الله عن كل بلاء وليقربك من كل خير. 300 ريال تبي اقل منها ادفع، تبي اكثر منها لوالديك 600 ريال عن اسرتك واهل بيتك حتى الله يحفظ بيوتكم من الحوادث والكوارث والحرائق والامراض المزمنه وغيرها ب 1600 ريال. ادفع 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 يدفع الله عنك سبحانه مصائب الدنيا. صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، هذا قول حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نقول قدوتنا محمد، طب الرسول كان ينفق، كان أكثر منا كرما في الإنفاق، هو قدوتنا بالكلام بس لا بالفعل. أنا لما أشوف يتيم أعطيه، الأعياد جاية وعيد الأضحى جاي، اليتيم محتاج أنك تعطيه لأجل أنه يكون في عيد الأضحى مع الناس معيد ومبسوط. أنا أعرف فيكم الخير، لو قلنا جار عندنا محتاج يتيم يبغى 300 ولا 500 والله أن نتناقز ونروح ونعطيه، لأني عارف من طيب روسكم وكرمكم. هذا الوقف يخدم أيتام على مدى مئات السنوات، إن الله مد في أعمار الناس. فما أجمل أن نعطي ونبذل، وأسأل الله أن يخلف على كل من أنفق وأعطى، وإن شاء الله يكتمل هالوقف 25,000 سهم بس 300 ريال يكتمل وقف الرحمال لجمعية عروة الخيرية. سمع يا اخوان بس كلمه كذا بسيطه للي يسمعني. نفرض لا قدر الله، لا قدر الله انه اليتيم هذا انت والده وتوفيت، انت امه وتوفيت، ايش تتمنى الناس والمجتمع يعملون مع ولدك هذا بعد ما انت غادرت الدنيا، او انت بعد ما غادرت الدنيا ايش تتمنى؟ الناس يكرمونه ولا ما يكرمونه؟ ايش تتمنى؟ الناس تعزه وترزه وتقول يا ليتني انا موجود في الدنيا حتى اكرم، ولكن الله استوفاك توفاك. ايش تتمنى هذا اللي تركته خلفته ضعيف مسكين لا حول له ولا قوه؟ ايش تتمنى من الناس حولك جماعتك وربعك وديرتك ودولتك؟ ايش تتمنى يصير معك؟ اللي تتمناه وانت في قبرك تمناه واعمله في حياتك، اعمله لهذا اليتيم، لانه هذا اليتيم حيكون اجره لك واجروا عند الرسول على السلام قال انا وكافل اليتيم كاتب الجنه. فيا جماعه بس نتخيل ان هذا اليتيم الله يمد في اعماركم ويحفظ لكم ابنائكم ويحفظ ابوائكم وامهاتكم، ولكن والله هذا اليتيم ما في احد يشعر بدمعته الا اليتيم زيه، ولا احد يشعر بفقد ابنائه الا اللي فقد ابن، ولن يشعر احد بفقدان والديه الا اللي فقدهم. فاليتيم هذا اعتبره اخوك، اعتبره ابنك وانت توفيته وخليته، اعتبره ابنك. ايش تتمنى يسوي؟ افعل الان، افعل بارك الله. جزاك الله خير، بيض الله وجهك. حلقتنا انتهت، شكرا لضيوفنا اللي يمتعونا اليوم، صراحه استمتعنا غايه المتعه، وكان ودي الحلقه تكون اطول، لكن احنا على ما قال نمون عليكم، هذه قناتكم وشاشاتكم واخوانكم موجودين. تكرر اللقاء ان شاء الله الاسابيع المقبله مع شاعرنا الجميل اللي ما شبعنا من شعره وجزالته علي بن نايف. شكرا علي بن نايف، ما قصرت يا عبد العزيز. العفو يا ابو عبد الله، وانا اللي اشكرك على هذه الاستضافه وعلى هذه الحلقة الجميلة اللي واجهنا فيها أخواننا الغالين وصافحنا المشاهدين، إن شاء الله أننا قدمنا ما يرتكل ذائقته. بيض الله وجهك، فيك الخير ودائم مبدع أبو عبد العزيز. أستاذ ماجد الفيصل يعطيك العافية، شكرا لك. شكرا، يعطيك العافية. شكرا عبد الرحمن، ما قصرت سفير الوقف، إن شاء الله نفرح معكم باكتمال هذا الوقف المبارك. مخرجنا أنا ودي تطلع فاصل مدة دقيقة أو دقيقتين، أنا بالمتسابقين في اجتماع كذا قصير، وتقصر السماعات عندنا تكرما، وبعدها بعد الفاصل يرجعون المشاهدين مع الزملاء المتسابقين. جاهز الفاصل؟
قهوة قهوة الضيوف قهوة. لا لا عادي استريح يا شيخ ماجد خلاص استريح استريح عبد الرحمن استريح ابو عبد العزيز. طيب مخرج الى الفاصل جاهز اعطي خبر. فاصل هو لو شو الوضع يا مخرج؟ انا قلت اعطونا فاصل. ايوه سامعك. تفضل يا هلا نبادل كل غلا نجوم بالسما حوت فقرة عطا حوت فقرة عطا. حياتك 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 عيشها بس بالمعاني وروحك الزها والعمر فاني. تفاءل وابتسم عالم الله قسم وبادر بالجديد تفيد وتستفيد. سواليف وقصيد والمنافع وصوت عالي بيطرب كل السماء. تفضل يا هلا نبادل كل غلا نجوم بالسما حوت فقرة عطا حوت فقرة.